أحمد الطاهر أحد منظمي السباق تحدث عن أهمية التركيز على إجراءات الأمن والسلامة مؤكدا أن النادي مع المنظمين عامل على توفير جميع أساليب الراحة للمتسابقين. بداية بالنسبة للتنظيم الحمد لله رب العالمين التنظيم كان بشكل جيد جدا ومع التنسيق مع كثير من الجهات الخارجية واتفقنا على التنظيم مع اللجنة المنظمة قبل السباق بأيام والحمد لله رب العالمين تم تنظيم السباق بشكل جيد جدا بالنسبة للمتسابقين وبالنسبة لتجمع الجماهير وبالنسبة لعمل الجهات المنظمة معنا في السباق. ما أهم ما تسعى إليه يعني وتحرص على تواجده أثناء